بنصبح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. ونبدأ مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اللي أعلن امبارح التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال وحافظ فيها منتخب مصر على المركز 33 عالميا وجه في المركز الخامس بين منتخبات أفريقيا، بينما تواجد المنتخب المغربي في صدارة المنتخبات الأفريقية محتل المركز رقم 13 عالميا. النادي الأهلي أرسل خطاب للاتحاد المصري لكرة القدم بيطلب فيه تأجيل مباراتي الأهلي في السوبر المصري لمدة يوم واحد فقط، لتقام الأولى يوم 26/12 والمباراة الثانية يوم 29/12، وده لأن الفرق الزمني ما بين وصول بعثة الأهلي للإمارات وموعد انطلاق المباراة الأولى بالسوبر 24 ساعة بس. البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز أعلن قائمة الفريق اللي هيخوض مباريات بطولة كأس السوبر المصري للأبطال في أبو ظبي، وشهد القائمة ضم الثلاثي المصاب أحمد الشناوي وإبراهيم عادل وإسلام عيسى، وده بالرغم من عدم جاهزيتهم للمباريات. الفريق الإسماعيلي حقق الفوز على نادي زد بنتيجة 1-0 في مباراة ودية، وده في إطار استعداد الفريقين لاستئناف مباريات الدوري المقبلة، وجه هدف الإسماعيلي الوحيد عن طريق محمد حسن في المباراة اللي أشرك فيها أو خلالها إيهاب جلال معظم اللاعبين لتجهيزهم للمباراة اللي جاية أمام المصري البورسعيدي في أول يناير أو في الأول من يناير المقبل بالجولة 11 لمسابقة الدوري المصري. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف أعلن امبارح اختيار 7 حكام من مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقرر إقامتها الشهر اللي جاي في كوت ديفوار، ووضعت القائمة أمين عمر ومحمد معروف ومحمد عادل حكام ساحة، محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه حكام مساعدين، ومحمود عاشور ومحمود البنا حكام تقنية الفيديو فار. فريق بولونيا حقق فوز ضد انتر ميلان بنتيجة 2-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح على ملعب جوزيبي مياتزا ضمن منافسات دور ال 16 لبطولة كأس إيطاليا بالموسم الجاري. بالنتيجة دي ودع انتر ميلان بطولة كأس إيطاليا اللي هيحمل لقبها. ونروح للدوري الإسباني وفريق ريال مدريد اللي فاز على ألافيس بنتيجة 1-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2023-2024. هدف المباراة الوحيد سجله اللاعب لوكاس باكيس في الدقيقة 92 من عمر المباراة. بالنتيجة دي تصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، وقف رصيد ألافيس في النقطة 16 في المركز 16. في الدوري الانجليزي امبارح اتعادل كريستال بالاس مع برايتون بنتيجه 1-1 في المباراه اللي جمعتهم في افتتاح الجوله 18 لمسابقه الدوري الانجليزي الممتاز. بالنتيجه دي رفع برايتون رصيده لنقطه 27 في المركز التاسع، كمان رفع كريستال بالاس رصيده لنقطه 18 في المركز ال 15.